أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مباحثاته مع نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا عكست حجم التوافق بين البلدين إزاء مختلف الملفات والقضايا. وخلال مؤتمر صحفي مشترك بقصر الاتحادية، أوضح الرئيس السيسي أنه تم الاتفاق على أهمية وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وبإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأكبر قدر ممكن. المباحثات الثنائية اللي تمت عكست قد ايه حجم التوافق بين البلدين في المجالات المختلفه، وايضا فيما يخص القضايا الدوليه توافقنا على ان اهميه ايقاف اطلاق النار في قطاع غزه واطلاق سراح الرهائن والمسجونين وادخال المساعدات للقطاع باكبر حجم ممكن حفاظا على ارواح المدنيين، ثم وصولا الى اطلاق مرحله ما بعد الحرب من أجل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس. وهنا لازم أسجل أن البرازيل من الدول التي اعترفت من فخامة الرئيس بالدولة الفلسطينية.